وراقب ومش هتفارقيني اللي باقي من عمرك وكنت راضي. كتبت يعني صفات تخرج جمانة كتبت متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة، أهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم أنا محمد صاغي، محرر صحفي. ادعوا لها بالرحمة وأي مشكلة. بعد إذنك بقى كبير. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. بنكلم حضراتكم خلال اللحظات الأخيرة من عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت بعد صراع طويل مع المرض خلال الآونة الماضية، وحضور عدد يشهد العزاء اليوم حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. بنرصد هذه اللحظات مع حضراتكم، يعني منذ دقائق رحل نقيب نقابة المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي والفنانه روجينة خلال الدقائق الماضيه، وايضا مغادره الفنان محمد صفوت. بنرصد هذه اللحظات مع حضراتكم في تغطيه حيه وكامله لعزاء المنتجه الراحله ناهد فريد شوقي. نرجع سنه يا جماعه، نرجع سنه. البقاء لله، في نصر الله، البقاء والدوام لله. البقاء لله يعني كلمينا كده عن العلاقه اللي كانت بتجمعك ست جدعه وست جميله وست الله يرحمها ما تعزمش على اللي خلقها وراحت لحبايبها ويعني بقول لنودي يعني من قلبي ربنا يعينك ويقويك ويصبرك. انت كنت متابعه معاها الحاجه الصحيه؟ طبعا يعني. كانت بتعاني من ايه؟ لا الاهل هم اللي كانوا. حابه توجهي كلمه اخيره؟ طبعا بقى لله يا فنان، بقى لله يا فنان. يعني الفنان احمد رزق الان للمشاركه في واجب العزاء. يعني مع حضراتكم خلال البث المباشر الفنانه صابرين، لحظه مغادره الفنانه صابرين. يعني كنا بنحاول نرصد لحضراتكم المزيد من التفاصيل الخاصه بوفاه المنتجه ناهد فريد شوقي، رحلت بعد صراع طويل مع المرض. حاولنا توجيه عدد من الاسئله للفنانه صابرين، ابرزها يعني طبيعه المرض اللي كانت بتعاني منه المنتجه ناهد فريد شوقي، لانها لم ترد. بالاضافه الى يعني ابرز المواقف الطيبه التي جمعت بين الطرفين الفنانه صابرين والمنتجه الراحله ناهد فريد شوقي. هنا يعني الفنان احمد رزق الله يا ورشيد والله لحظة وصول الفنان أحمد رزق لمؤازرة الفنانة ناهد السباعي. كنا مع حضراتكم في لايف سابق، رصدنا لحضراتكم يعني بعض التفاصيل الخاصة بالفنانة ناهد السباعي التي غابت عن صلاة الجنازة والدفن لأنها متواجدة اليوم في أول الصفوف خلال عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي وهي الأم. السلام عليكم. تحت يا ابو صابرين ابطال موبايلات، بحسهم بيقولوا لك ابطال موبايلات. بص يعني العدل جروب تيم العدل جروب عدد كامل العدد اليوم في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي. يعني لحظة مغادرة الفنانة بشرى. احنا الاسبوع ده اسبوع صعب جدا الحقيقه، كل اللي رحلوا فيه ناس محترمه واسهامهم كبير واسمهم كبير، والمنتجه ناهد فريد شوقي وام ناهد السباعي زميلتنا ربنا يعينها هي وريهام عبد الغفور وكل اللي فقد عزيز عليه. هي ست كانت راقيه جدا وشيك وكريمه ومحترمه وبتفهم في الذوق وانتجت اعمال مهمه وقدمت ناس على الشاشه وادت فرص لناس، وربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب، وتفضل سيرتها كده طيبه وجميله وسط كل الناس. شكرا لكم. شكرا. يعني دي كانت كلمه من الفنانه بشرى أثناء مغادرة محيط مسجد الشرطة عقب أداء واجب العزاء ومؤازرة الفنانة ناهد السباعي. يعني الجميع هنا بيستعرض مواقف طيبة جمعت بينه وبين الراحلة ناهد فريد شوقي. يعني الجميع بيشهد لها بالمواقف النبيلة والسيرة الطيبة. يعني شفنا مع حضراتكم مراحل مغادرة الفنانة صابرين ووصول الفنان أحمد رزق لأداء واجب العزاء، واللي كان أيضا متواجد خلال صلاة الجنازة ودفنها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة أول طريق الواحات. متواجدين مع حضراتكم لرصد الصورة لحظة بلحظة أبرز الحاضرين والأجواء، لأن يعني حتى اللحظة المتابعين ورواد السوشيال ميديا لا أحد يعلم طبيعة المرض التي كانت بتعاني منه المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والتي توفت على غراره. كان معكم أنا محمد صقر موقع بصراحة الإخباري، مستمرين مع حضراتكم في تغطية حية وكاملة للمراحل الأخيرة من عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي. دمتم في أمان الله.